واصلت الاداره العامه لشرطه التموين والتجاره حملاتها المكبره لضبط جرائم الغش التجاري والسلع منتهيه الصلاحيه التي تضر بصحه وسلامه المواطنين. هذا وقد تمكنت من تحقيق العديد من النتائج الايجابيه التي تسهم في ضبط حركه الاسواق. بهدف ضمان توفير غذاء صحي آمن للمواطنين وسلع ذات جودة عالية، تواصل وزارة الداخلية محاربتها لجرائم غش السلع وبيع سلع منتهية الصلاحية التي تضر بصحة وسلامة المواطنين. فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط قرابة 15 طن دواجن ولحوم ومقطعات دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطراً على الصحة العامة خلال حملات أمنية شنتها الإدارة بالقاهرة والقليوبية والشرقية والجيزة، وضبط 12 طن ونصف مكرونة وخضروات مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالمنوفية ولدى مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالبحيرة. وتم ضبط 50 طن ملح صخري مخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وأكثر من 18 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مصنع بدون ترخيص لتعبئة ملح الطعام بالإسكندرية، وضبط 6 أطنان ونصف مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وطنين ونصف ملح مجهول المصدر بحوزة المسؤول عن مصنع بدون ترخيص للمخللات بالإسكندرية. ونجحت الإدارة في ضبط أكثر من 17 طن أسمدة ومبيدات زراعية مجهولة المصدر ومحظور تداولها خارج إطار الجمعيات الزراعية بالبحيرة والغربية والشرقية، وضبط قرابة 5 أطنان ونصف سكر غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية بالجيزة، وضبط قرابة 4 أطنان ونصف سكر تموني قام ثلاثة من مالكي محلات البدالة التموينية بالقاهرة والشرقية بتجميعها لبيعها بالسوق السوداء رغم أنها مخصصة على البطاقات التموينية، وضبطت أكثر من 95 طن دقيق وسكر مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاثة مخازن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالشرقية والجيزة، وضبط قرابة 8 أطنان منظفات صناعية متعددة الأغراض مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بمخزن ومحل غير مرخصين لتجارة المنظفات بالشرقية ومصنع لتعبئة وإنتاج المنظفات الصناعية بالغربية. ونجحت الإدارة في ضبط أكثر من 44 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني وذات أثر ضار على الثروة الحيوانية خلال حملات شنتها بالمنوفية والشرقية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.